أخبار الرياضة نقدمه مباشرة من التلفزيون الجزائري. مشاهدينا أهلا بكم. بداية، تقرر أخيرا تاريخ إجراء كأس أمم إفريقيا في طبعتها المقبلة، حيث ستجرى ما بين 21 ديسمبر والثامن عشر و21 ديسمبر 2025 بالمغرب. قرار التأجيل اتخذه الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للكاف المنعقد ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو، وسيتم الإعلان الرسمي من طرف الرئيس باتريس موتسيبي في الساعات القادمة. وكانت الطبعة 34 مبرمج إجراؤها في شهر جانفي من العام المقبل، قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم جاهزية البلد المضيف، وكذا مطالبة الفيفا بعدم إجرائها صيفا لتزامن التاريخ مع كأس العالم للأندية في طبعتها الجديدة. في أخبار الأندية المحلية، افتتح فريق شبيبة القبائل فترته الانتقالية الصيفية بانضمام الحارس مرباح غايا القادم من فريق اتحاد طنجة، حيث عاد الحارس السابق لشباب بالوزداد إلى البطولة الوطنية بعد 4 سنوات من مغادرتها، ويمتد عقد الحارس إلى غاية العام 2026. في ألعاب القوى، احتل الجزائري المسافات نصف الطويلة محمد علي جواند المركز الثاني في سباق 800 متر ضمن فعاليات الملتقى الدولي للجائزة الذهبية بمدينة بيدغو شيتش البولندية. وسجل البطل الجزائري وقتا قدره دقيقة 44 ثانية و37 جزءا من المئة في السباق الذي عاد فيه المركز الأول للسويدي كرامر أندرياس. ويعد توقيت جواند رقما شخصيا جديدا له في سباق 800 متر ذكور. للإشارة، فإن محمد علي جواند كان قد حل في المركز الأول يوم الأحد الماضي في سباق 800 متر ضمن التجمع الدولي لألعاب القوى لمدينة تروى الفرنسية. ويعد تحقيقه لزمانين قدره دقيقة 44 ثانية 67 جزءا من المئة. وسيكون علي جواند ضمن العدائين الجزائريين المشاركين في الموعد الأولمبي في سباق 800 متر إلى جانب كل من جمال السجاتي وسليمان مولا. تنطلق غدا الجمعة منافسات البطولة الإفريقية لألعاب القوى بمدينة دوالا الكاميرونية على مدار 6 أيام، وتنطلق اليوم على مدار 6 أيام، وستكون المحطة فرصة أخيرة للعدائين الجزائريين من أجل رفع حصة المشاركة في الأولمبياد. ويتشكل الوفد الجزائري من 21 رياضيا من بينهم 5 سيدات الذين تم اختيارهم لتمثيل الجزائر في عدة اختصاصات، على غرار الوثب الثلاثي، سباق 110 متر حواجز، سباق 400 متر حواجز، سباق 1500 متر، رمي المطرقة، واختصاص العشاري، والهدف العودة بأكبر عدد ممكن من الميداليات. بطولة القسم الممتاز لكرة اليد رجال مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة لدورة اللقب، والتي لعبت منها اليوم 4 مباريات بقاعة حرش حسام بالعاصمة، أبرزها التي جمعت أولمبي وشبيبة سكيكدا التي انتهت بالتعادل 21 لكل فريق. أبرز فترة اللقاء نتابعها في هذا الملخص بتعليق توفيق دربال. الفرصة لجاب الله يسجل كرة حاسمة أمام الحارس المتألق بوسمان عادل، يسجلها معمر بكل قوة على مستوى الوجه، صعبة جدا. 21 21، هاي فرصة أولمبي الواد، هاي فرصة أولمبي الواد، لكن الوقت انتهى. التسديد، لا، لم تحتسب، لأنه صفر قبل ربما التسديد. اللاعب سدد بعد تصفير الحكم، صفارة الحكم. نهاية اللقاء بالتعادل الذي لا يخدم الفريقين مصر، باعتبار أن فريقه تألق في الشوط الثاني. عادل بوسمان الحارس الدولي السابق طبعا تألق وهو أحسن لاعب. كان كاين تذبذب في المستوى يعني طيلة المباراة، يعني في مباراة ديبي تاع الماتش يعني جزنا ان باساج افيد وين دينا سكور، عاودنا ولينا في المقابلة، يعني لو دوزيام في الشوط الثاني خدينا للفارق ولكن ما عرفناش نحافظوا عليه، الأمر اللي خلى الفريق ويتسوف يعاود يولي يعني في المقابلة. كيف بدنا نقول هذه هي، يعني شكرا للفريقين على اللي قدموه اليوم. على كل حال الحمد لله لعبنا مع فريق محترم وفريق ليكيب طري كورياس. على كل حال سكيك ده هادو سي طري بون ليكيب، سارت بريمير ميطون كنا قادرين نروحوا شويه في السكور،
بعد زنا باساج جافيد اللي طول على كل حال اون اتاك سيرتو اون اتاك ما قدرناش نماركي ولعبنا احنا في جو انديفيديوال بزاف لعبنا بزاف انديفيديوالمون الوغ كو كانت لي زانستركسيون سيتي باش نلعبوا اون كوليكتيف اون دوزيام ميطون ديبار تاعنا ما كانش مليح في دوزيام ميطون بعد خداو علينا سكور اون شونجي دو ديفونس اون ديفونس او ماون كيما يقولوا وين عاودنا ولينا درنا ماتشين مع سكيك دا سي باجي نابورت كال ايكيب على كل حال الحمد لله ان بوا خير من الوالي على كل حال. إذن مباريات دورة اللقب تتواصل مبارياتها غدا لحساب الجولة الأخيرة والتي ستكون حاسمة بتحديد هوية بطل هذا الموسم شبيبة سكيكدا وفاق عين توتا ويتواجه نادي واد تليلات مع أولمبي الوادي أما نادي برج بعريريج يلاقي شباب ميلا وشباب برج بعريريج يواجه نادي الأبيار وفيما يلي أو إلى موضوع آخر في كرة السلة تلعب بقاعة بوفريك ثلاث مباريات لحساب الجولة الرابعة من الدورة الثانية لمرحلة اللقب من بطولة القسم الممتاز اللقاء الأول جمع بين اتحاد العاصمة على مع النصر حسين داي بفارق 4 نقاط بفوز كان 80-76 فيما تلعب في هذه الأثناء المباراة الثانية بين طليعة دراريا ومولودية الجزائر أما المباراة الثالثة والتي تنطلق على الساعة 7 مساء ستجمع وداد بوفريك ونادي سطوالي دائما في أخبار الكرة البرتغالية وضمن دورة نصف النهائي لكأس الجزائر 2024 سيدات تلعب في هذه الأثناء مباراة الثانية من النصف النهائي بين فريقي اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر بقاعة حيدرة النتيجة نوافيك بها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة في الكرة الطائرة سيدات تتواصل اليوم مباريات دورة المربع الذهبي من أجل لقب موسم 2023-2024 بالقاعة المتعددة الرياضات بالعلمة بإجراء مبارتين حيث جمعية بجاية متقدمة بشوطين لصفر على ناصرية بجاية المباراة الثانية ستجمع مشعل بجاية بمولودية الجزائر هذا وكان قد فاز أمس في ديربي يما غورايا مشعل بجاية بثلاثة أشواط لشوطين على جمعية ولاية بجاية فيما فاز نادي مولودية الجزائر على ناصرية بجاية بثلاثة أشواط لشوط واحد برنامج المنافسة يتواصل غدا ومباراة مولودية الجزائر جمعية بجاية وناصرية بجاية مشعل بجاية في أخبارنا الدولية استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا 2024 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على كندا بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية التي أقيمت بينهما صبيحة اليوم ضمن الجولة الأولى لمباراة المجموعة الأولى أكثر تفاصيل في تقرير أنيس مزيان نظرة أولى إلى الأعلى وثانية إلى المنافس الكندي هكذا سهل ليونال ميسي ورفقائه مشوار الكوبا أمريكا في موقعة المرسيدس بانز بمدينة أتلانتا الأمريكية بداية الطانجو كانت سريعة والجناح الطائر ديماريا كان أسرع من الجميع لغاية الوصول إلى محطة حراسة العرين ماكسيم كريبو بلغة الكبار تصدى وأجبر الجميع على التحديق المنتخب الكندي بادر بالرد عن طريق أوستاكيو رأسية وجدت عملاق مونديال قطر مارتينيز رفض المفاجآت حين تعجز عن التسجيل يظهر كبير القوم ميسي لمسة واحدة وتمريرة كسرت القواعد الكندية ووجدت ألفاريز الذي استذكر فرحة التتويج بالمونديال أقدم وإن بقيت وفية فإن الجسم والسن يرفضان الثبات فضيع ميسي ولسان حاله يقول يا ليت الشباب يعود يوما لا تتحسر كثيرا فالخير قادم هكذا رد ميسي ومثل ما عود العالم بتمريرة لمهاجم الإنتر لوتارو مارتينيز هدف التأكيد وإزدال ستار الافتتاح بتبادل للقمصان بين كبير لا زال يقدم وآخر قادم يبحث عن المجد ميسي وديفيدز كانت الصورة الأبرز وعقب المباراة تحدث كل من مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني والمدرب جيسي مارش مدرب المنتخب الكندي عن أهم ما ميز اللقاء وخصوصيته لكل طرف
أكيد أكيد أنا سعيد، ولكن قبل ذلك أريد أن أقول شيئا. الجميع قبل 7 أشهر من الآن كان يعلم بأننا سنلعب في هذا الملعب في افتتاح كوبا أمريكا، ولقد تم تغيير عشب الملعب منذ يومين، وهذا أثر على اللاعبين. ورغم ذلك أنا سعيد بهذا الانتصار لأنه يعزز ثقة الفوز لدى اللاعبين. لقد أكدت لهم أمس أن مباراة كندا ستكون صعبة للغاية ويلعب على المرتدات. منتخبنا لديه أسلوب لعب وسنستمر عليه في الفترة المقبلة، وسنلعب بناء على كيفية توجيه الهجمات على الفريق المنافس. أنا سعيد بهذه الطريقة، يجب أن نواصل العمل لغاية المباراة النهائية. نعم نعم، كانت المباراة صعبة للغاية، وأكيد بوجود ميسي سيكون الأمر متعبا للمدافعين. لقد كان ميسي مطالبا بالفوز بالألقاب مع منتخب الأرجنتين لإثبات أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، وأن سكالوني نجح في إيجاد النظام والعقلية المناسبتين لإخراج النسخة الأفضل من ليو ميسي. أنا سعيد لهذا اللاعب، إنه يستحق التقدير. ومن كوبا أمريكا إلى يورو 2024 بألمانيا، حيث فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-0 صارت أمس على ملعب فيرينتس أرينا لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. وسجل للمنتخب الإسباني ريكاردو كالافيوري المدافع الإيطالي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55، وبهذا يضمن المنتخب الإسباني تأهله إلى دور 16 رافعا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث برصيد 1 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن كرواتيا صاحب المركز الرابع والأخير. وبفوزه أصبح المنتخب الإسباني هو الفريق الثاني الذي تأهل إلى دور 16 بعد المنتخب الألماني المضيف، وسيلتقي المنتخب الإسباني في الجولة 3 مع نظيره الألباني يوم الاثنين المقبل، فيما يلعب المنتخب الإيطالي في نفس اليوم مع نظيره الكرواتي. أنا سعيد وفخور بهذه المجموعة المميزة من اللاعبين، إنهم لا يتوقفون عن الفوز والتطور. الجميع لديه رغبة كبيرة في النمو. لقد جلبنا السعادة ليس فقط للفريق بل لكل إسبانيا. لن أتعب أبدا كما ذكرت بالأمس من الترويج لكرة القدم الإسبانية. أعتقد أننا الأفضل في العالم من حيث تفسير المباريات المختلفة، وبالطبع يتم تعزيز ذلك وتقويته عندما تفوز بالألقاب وتفوز في المواعيد الكبيرة مثل الفوز المحقق اليوم أمام واحد من أفضل المنتخبات في العالم، المنتخب الإيطالي بدفاعه القوي. كما قلت وأكرر، لا يوجد فريق أفضل منا، ما زلت على هذا الرأي، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد ومواصلة اللعب كما فعلنا حتى الآن. المواجهة صارت كما أردنا، الفريق ظهر بشكل رائع وكنا كالوحوش. منتخب إيطاليا فريق كبير ومحترم، لكننا ترجمنا سيطرتنا بالحصول على نقاط المباراة كاملا. لقد أظهرنا في المباراة الأولى بالمجموعة أمام كرواتيا أننا نريد القيام بشيء كبير. كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة للغاية، لكننا تمكنا من استغلال الفرص بشكل جيد. الفوز أمام كرواتيا بثلاثية وأمام إيطاليا هو أمر كبير، وسنحاول المواصلة والتأكيد في المباراة الثالثة. لا أشعر بخيبة أمل من هذه الخسارة، لأنهم منذ البداية كانوا الأفضل وأكثر ذكاء منا. إن لم يكن رد فعلك بنفس السرعة فسيصبح الأمر أكثر صعوبة، وهذا ما كان عليه الحال منذ بداية المباراة. إسبانيا تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المرمى بشكل سريع، لقد جعلوا الأمر صعبا علينا بشكل مضاعف. كانوا أسرع منا في اختياراتهم وكذلك في الضغط والعمل معا،
وكل ذلك يعود إلى حقيقة أننا لم نكن أذكياء مثلهم. خياراتنا لم تكن دقيقة، وكان رد فعلنا دائما يفتقر إلى المنطق. نحن بحاجة إلى التعافي من هذه الهزيمة، وأن نكون قادرين على التفكير بالطريقة الصحيحة في المواقف التي رأيناها اليوم. يجب أن نعود بشكل مغاير في المباراة القادمة. وفي مباراة أخرى من برنامج أمس للجولة الثانية، دائما تعادل منتخب الدنمارك وإنجلترا إيجابا بهدف لمثله على ملعب دوتش بانك بارك، وكان المنتخب الإنجليزي السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 18 بواسطة اللاعب هاري كين، فيما سجل مورتن هولماند هدف التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 34، وبهذا رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، فيما رفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 2 في المركز الثاني بالتساوي مع منتخب سلوفينيا الذي كان قد تعادل مع صربيا بهدف لمثله. ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفيني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة، والتي ستشهد كذلك مواجهة بين صربيا والدنمارك في نفس المجموعة التي أصبحت كل الاحتمالات فيها واردة بالنسبة للمتأهلين. من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل بسبب الأداء الذي قدمناه. يتعين علينا أن نذهب ونحلل ذلك بعمق ونجد بعض الحلول لمعالجة المشكلات التي لدينا. سيكون ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وسنقضي الكثير من الوقت للقيام بذلك. نعم، ندرك أن المستوى يجب أن يكون أعلى من ذلك، ونعلم أن المستوى يجب أن يكون أفضل من مباراة اليوم. في الوقت الحالي نحن نتخلف قليلا عن المستوى المأمول، وفي النهاية هذه مسؤوليتي، أنا المدير الفني وأنا المدرب، ويجب أن أقود هذه المجموعة بأفضل طريقة ممكنة. سنرى ما سيحدث. لست محبطا من النتيجة، لكن كان من الواضح أن هذه المباراة كانت تتضمن المزيد. نحن نلعب كما ينبغي أن تلعب الدنمارك. أعتقد أننا كنا قادرين على الفوز بالنتيجة والأداء. كان هناك الكثير من التعبير والحماس والعاطفة من اللاعبين. قدمنا أداء كبيرا لمدة 90 دقيقة، وأحرجنا واحدا من أفضل المنتخبات الكبيرة في أوروبا. إنجلترا هو منتخب مرشح، ولقد كنا أفضل منه في بعض الفترات. يجب أن نستغل ذلك في المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات. وعن برنامج مباريات اليوم، حقق المنتخب الكرواتي فوزا على نظيره سلوفوكيا بنتيجة 2-0، وفي المباراة التي تلعب في هذه الأثناء يتقدم المنتخب النمساوي على منافسه البولندي بنتيجة 3-0. كما ستتوجه الأنظار عشية اليوم إلى ملعب ريد بول أرينا، والذي سيحتضن واحدة من المباريات الكبيرة التي ستجمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره الهولندي ضمن المجموعة الثالثة، مواجهة يسعى كليهما إلى البحث عن النقطة السادسة وبلوغ الدور القادم قبل الجولة الثالثة. وفي نفس السياق، أكد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدي ديشان أمس أن كيليان مبابي قائد الفريق سيكون متاحا للمشاركة في المباراة الثانية أمام هولندا ضمن المجموعة الرابعة، رغم إصابته بكسر على مستوى الأنف في مواجهة النمسا. ومن المنتظر أن يدخل اليوم مبابي أساسيا مع منتخب الدياكا ومرتديا قناعا واقيا. مشاهدينا، ختام أخبار الرياضة قدمناها لكم مباشرة من التلفزيون الجزائري. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم.